What's up, everyone? Welcome in this new video. It's a video. TikTok. واحد يومين هادي كنت داير في ستوري واحد البوكس كيستيون ديال فيه ديال ندير الضو ندير رينغ لايت ندير رينغ يما قرصه ثاني عقروبه صافي وانا نقص من الضحشة it's brighter than my future like this ولكن ماشي بيض because we don't wanna be like white people شي يومين هادي درت سولتكم اشنو الفيديو بغيتو في انستغرام اغلبيه منكم سولوني Q&A So that's it motherfucker How about Q&A ومهم بلا ما نطول بزاف حتى الباتري ما بقاش فيها بزاف وما فيها ما ناخذ كاميرا اخرى خلينا نبداو على نتوكل على الله بسم الله اما اختي كاينين كانوا شي اسئله زوينين واعرين ناضيين ماشي بحال داكشي ديال ديما ديال منين انت وكذا وكذا شحال نعمه عندك وكذا وكذا الاسئله ديال هاد المره عجبوني بزاف ودرت لهم سكرين ولكن بسم الله the best thing that you have ever done in your life and I love you the best thing that I've ever done in my life باقي ما درتهاش next question when did you start TikTok بديتو TikTok بديتو العام الفايت في شهر 9 شهر 9 في 2020 شهر 11 نوفمبر بيتش شهر 11 مهم دابا داير عام وشي شهر عام وشهرين يا ثانك يو فور ذيس كويشن A dream you haven't managed to achieve yet. Be motherfucking rich. Next question. How did you get your first vape? كيفاش مشريت اول فيب ديالي؟ مشيت للمحل ديال الفيب شفت الفيب اللي عجبتني كنت بغيت هذيك وخلصت وخرجت Next question Algerian or Tunisian wife? Very tricky question حدش ديما كيقول سوا مغربية سوا جزائرية فيك مصاح مع تونسية And I do not regret it. والله أعلم. نشوف. Your perfect life for 5 years from now. مهم. ساكن في دار بكلب فلوس بزاف. Now my perfect life أنا الصراحة I'm basic. باغي من دابا 5 سنين باغي نكون مجوج عندي دري ولا بنت. مهم. دري كلب مجوج و نكون like you know a happy life that's it that's all I want what does your mom think about your tattoos well what my mom think about my tattoos هاد ثلاثة واحد جوج ثلاثة دوك لي داتش عرفات شحال هادي قبل ما نديرهم قلت لها غادي نديرهم المهم شافتهم قاستهم وعن قاتني حتاش كان زعما قلت لها توعدتي حيتاش داكشي كان خارج ماشي بلا المهم خارج تاتواج خارجين صافي و ماما عارفة بان عندي 20 عام عارف شنو كندير عارف بان زعما ما تقدرش تقول لي ولا لا ولا كذا وكذا وكذا ولكن مش نقولوا ما رادياش بهم ما عارف بان هي الا كانت تفضل تفضلني نكون بلا تاتواج ولكن داك الشيء عاوتاني 2022 داك الشيء كيتحيد التاتواج كيتحيد انا عارف راسي بان غادي نهار غادي نحيدهم غادي نحيدهم ان شاء الله Who's your celebrity crush? Her All the motherfucking time هي تجي دابا تقول لي نبح Your first and last tattoo My first one here في الكلاسيك ديال بوكسر ديال كيلوت ما نوريهش حيت كان مخبي والاخر هو العنكبوت اللي عندي هنا ومهم ندير لكم التصويره الى ما عجزت الى عجزت نقلب على التصويره الله يعاون Wait, what's your zodiac sign? Aries. My ascendant is Leo. I'm an Aries and a motherfucking Leo. Your best memory, your status memory. My best memory. أحسن وحدة أحسن هذيك هي هذيك 10 أيام اللي دوزت في المغرب. هذيك 10 أيام عشت فيها كل شيء عشت فيها كل شيء وكل شيء. وكنشكر الدراري كاملين طارق أكرم حسام مهدي. درات كنت فوق باش نفكر سميات عبدو
عثمان فويكو منال منال كان تحكم من شعلها خيبة. من بعد مشينا تلاقينا وشفتها وما عرفتش حكمت عرفت تما فين عرفت بان الحكم على بنان مخيب حيت دابا توحشتها بزاف وواحده من احنن بنادم اللي عمرني تلاقيت معاه في حياتي كامله ونحفظ بني وبنين. My saddest memory is my dad الله يرحمه. Next question. How it was your last relationship? ما بقيناش ensemble حيت هذيك المومون ما كنتش باغي relationship in that moment. وأصلا أنا عندي كيفاش كنت كنقول I have high standards like خاصني شي حد كاركتير بزاف بزاف خاصني شي حد يقول لي هادي ديرها هادي ما ديرهاش. وأنا ما نقول لهم لا ندير اللي بغيت ولكن ما نقدرش نقول أنا ندير اللي بغيت إلا هي ما كانتش كتقول لي لا هادي ما ديرهاش. ها فهمتش كيفاش؟ Do you see yourself being an influencer in the future and are you happy with your current life? I'm so happy. I'm happy. كنت ديما كنقول الحمد لله على هذيك اي حاجه اللي عندي. كنحس بلي ان الكاميرا بقى لها والو طفى. المهم ديما كنقول الحمد لله على داكشي اللي عندي. حيتاش كاين بنادم كيتمنى يكون عنده داكشي اللي عندك انت وانت ما كتشكرش الله. ماشي كنقول لك زعما وي نو ما تكونش مقلق كون مقلق ولكن عرف بان كاين بنادم كيتمنى يكون عنده داكشي اللي عندك انت. That's it. تقدر تكون حوايج دار ماكله الا كنا باغيين نوصلوا لهذاك الموضوع وصافي ميساجات فهمت شحال من حاجه. المهم من واحد عندي نص ساعه باش نكمل الفيديو ونمشي لعند ماما باقي شي جوج سمانات من الشاش. المهم yeah I'm happy with my life. Do you see yourself being an influencer in the future? I think I already am. Like I have the community for it. I don't post much. Like I'm not being actually an influencer, but like علاش كندوي بالعربي بلونجي. المهم فهمت شنو نقولك عندي باش ولكن ما فاش كنت صغير كنت باغي هادشي اللي عندي دابا هاد لي زابوني كنت باغي بزاف كنت باغي بزاف. ودابا ملي عندي كنقول زعما تخيل دابا داك الدري اللي كنت انا الا دابا قدرت ندوي معاه نقول ليه يو ميد ات لايك يو ليترلي ميد ات وغيكون فرحان. هادشي علاش انا فرحان. Do you ever think of living in Morocco? Yes بزاف حيت حتى من بنادم كيقول لي زعما كنقول بنادم ما مكرهش نعيش في المغرب خصك تكون داير لاباس تكون داير لاباس بشي بيزنس فاش لعيبه وتعيش في المغرب تعيش مالك كنظن. ولكن من بعد كنقول لبنادم كيقول لي لا المغرب زوين غير ل سميتو المغرب زوين غير السياحه. ولكن انا مشيت هذاك 10 ايام اللي مشيت عجبتني بزاف مكرهش زعما والله مكره نعيش فيه ان شاء الله. وإذا مشيت نعيش غنعيش في طنجة عجبتني بزاف. عرفتي في أي مدن أخرين قبل من 2016 حتى أنا ما كنتش مشيت من 2016 حتى مشيت هاد الشهر 11 اللي فات. المهم ما كنتش مشيت والتليفون ما نقدرش نخرج به في طنجة كنت كنخرج به كندير بها حتى حنا طايرو ليا واخا حيت كنت مع وليديا ولكن ما كيوقفوش في هادشي زعما شفاري واخا يكون والدي كيشفر لهم تليفونهم ويشفر لهم ولدهم كاع استغفر الله. المهم طنجة ويت لوس جورني هذا ندير لكم فيديو اخر نقول لكم قليله كانت فيها 90 كيلو ودابا فيها 70 كيلو وهذا الفرق درتو في 6 سيمانات طيحت ماشي 20 طيحت 19 كيلو. ودابا هذاك فاش كنت غليط انا كنت باغي نكون بحال هكا كما انا دابا فهمت. ودابا انا إلا دويت مع هذاك الغليظ اللي كنت غيكون فرحان ليا. That's why I'm happy. سي ديما بحال هكا الحمد لله. بوردو أو كازا كيفاش؟ شنو هو السؤال؟ كازا صاحبي Are your tattoos real؟ هاد السؤال ديما كتطرح. تاتوز إلا مكانوش real alright غيكونو تحيدو من شحال حيت هادو اللي داير هنا في صدري هاد الخوادات دايرهم عام دابا عام كملات عام ولا واخا غتكمل في شهر 3 لا درتهم في جونفيي كملات عام. How many tattoos do you have? ما فيها ما نحسب والله ما فيها ما نحسب. واحد جوج ثلاثة خمسة أجي تاي يبيك تاي واحد. المهم نبداو من هاد واحد جوج ثلاثة 16 وقال 15. All these tattoos you know that's haram and you're Muslim right? I know yeah. ولكن شنو سقكم شنو سق مك ملي تكون كتخلصو ليا الكرا ديالي
الماكله ديالي تشري طوموبيل وكذا وكذا ما تقول لي ندير تطواج ما نديرش تطواج قلت ما حد داك الشيء فهمتش قد على راسي قدوا على راسكم وفكروا في راسكم صح what religion are you مسلم وعندي تطواج ومن امك او يور تاتو سي هاد كادر كامل هاد كادر كامل تاتو علاش عندي لكم سكرين والله عندي لكم سكرين ندير هذا ونحطه هنايا كلشي تاتو هاري شنو اخر عاوتاني favorite place كاين واحد بلاصه كانوا كنوقفوا لها بزاف في المغرب فاش مشيت للمغرب كان ديما كنوقف فيها فوق من واحد المقبره في سلا what's your biggest fear my biggest fear is الموت خايف من الموت what's your biggest flex I don't have a flex I got nothing to flex ولا تفكرت شي حاجه ما بين دابا ونكون كنمونتي فيديو غادي نكتبها انا كيبان لي راسي عوج what makes you that angry الحاجه اللي كتعصبني بزاف في العالم هي شي حد منك خص لي حاجه ديالي ملي شي حد كيخص لي حاجه ديالي بلا ما يسولني كنتعصب بزاف did you never feeling like you need to stop everything in your life no I lied yes sometimes ولكن ما تقدرش حتى شي بغيتي توصل شي بلاصه عمرك خصك توقف تقدر تمشي توقف تقدر دير بوز طلعت هبط وتكمل هذاك الشيء اللي كدير ولكن توقف نو حيت من بعد باش تكمل خصك عاوتاني تبدا من الاول ما عمرك خاصك تبدا من الاول عاوتاني و يا انا جاي stay hydrated let's go on الله هاد الكاليتي تكون مزيانه هاد المره نكملوا الكيوني ديالنا شكون عشيرك من الدراري ديال تيك توك كاملين عمرني ما تصاحبت مع شي دراري بحال هكا بهذه الطريقه زعما كيفاش عزيزين عليا بحال قلتي دخلوا لي الخاطر بزاف ودغيا حيت بحال قلتي 10 ايام كامله بقيناها مجموعين كاملين كلها بحال الفاكونس كاملين 10 ايام وانا المهم اللي فيكم كاينين شي واحد عارفين اكرم كنت ديجا كنعرفو عمري ما تلاقيت معاه ولكن كنت كنعرفو شي من شهر 7 ولا مارس 8 وانا كنعرفو لا شهر 7 وانا كنعرفو ولا مارس 6 المهم شحال وانا كنعرفو من بعد فاش مشيت تلاقيت مع الدراري كاملين دخلوا لي خاطر واحد الدراجه تخيلش are you okay are you trying to get into my feelings are you okay مشاعر وداك الشيء I am okay thank you you will not answer so yeah I did ويلا ضيعت شي سؤال كنت غادي نجاوب هانيا what does it feel to be the prettiest guy on Moroccan TikTok ما شاء الله no the prettiest guy هو هذا عبدو who is the prettiest guy on TikTok all my besties look good How old are you and how tall are you? علاش هاد الاسئله كاملين بلونجلي؟ حيت انا كتبت بلونجلي بعد مرات كتقولوا لي زعما مابقاش تكتب بلونجلي في ستوري ديالك ولكن عندي ما عنديش غير مغاربه بصح الاغلبيه عرب ولكن كاينين حتى بنادم اخر ما فهمتش بلونجلي كيفهمها كلشي كون كانت الدارجه انترناسيونال كون رانا تما هاو اولد ار يو عندي 20 عام وفي شهر 4 نهار 19 غنقفل 21 And how tall are you? If you have been through saying tattoos are forbidden, why did you wear it? And allow me to ask. No, I don't allow you to ask because I don't gonna explain shit to no one, bitch. What pushed you to change your appearance? Because I just fish can't lead. Because can go to them, but then kahagrak, meaning you have to kahagrak, and. و
كنقول زعما ما يكونش عندي الحق نقول هذه كتعجبني وهذه كتعجبني وهذه ما كتعجبنيش, وانا كيعجبني هذا الشكل ديال لو كور في البنات وهذاك كذا وكذا, الا انا اصلا ما عاجبنيش الكور ديالي. كل خايب, تخيل واحد خايب كيقول لا ما عجبتنيش هذه وهي زوينه عليه, ولكن فاش بغيت نقول ما عندكش حق. دوكو بدلت على راسي وباش المهم تكون عندي شويه ديال الثقه في النفس بور سكي كونسيرن لو كور زعما. اي ميتنون جي سوي الحمد لله جي سوي. راه اكسون ديال ماماك ملي عرفتك درت شي تاتو عنقادني مرة ديال ولكن عنقاد. How do you manage your time between work, social media and studying? Alright, I don't study. I don't study. ما كنحفظش, ما كنحفظش, واخا راني مفضي واخا راني تما كنتقلب كنقلب على سيري جديده نتفرج فيها ما كنحفظش. Alright, work كما قلت لكم سواء كنخدم في الفيديو القديم سواء كنخدم من 7 للوحدة, من 7 الصباح حتى لواحد العشية, سواء كنخدم من 2 العشية حتى ل 8 الليل. وعندي الوقت باش نخرج الا كنت المهم عندي الوقت باش نخرج, انا كنشوف تما في الساعه حيت بالساعه باش كنحفروا الا ما كانش الساعه نتلف. How do you feel being the only man in a family, is it hard for you? Yeah, we're not gonna go there, I'm sorry. Would you like to go back to Morocco and live there? Yeah. Me gustan tus tatuajes, tienes un rolijo. Horrorizo, thank you. No entiendo lo que has, lo que tú fuck you digo. No, yo no tengo, yo no comprendido, yo no comprendo lo que tú diga. Pero yo he comprendido, me gustan tus tatuajes. Y gracias, baby, bebecita. How did you gain confidence? So how did you gain self-confidence? هذاك الشيء كله اللي ما كانش كيعجبني. How did you كان المهم how did you get come المهم بقات لي دقيقه. هذاك الشيء كل شيء اللي ما كانش كيعجبني في راسي بدلته. الكوخ ما كانش كيعجبني بدلته قديته. وجهي كان غلوط عندي نوم ندير لكم الصور ندير لكم الصور هاني وقيت هكاكا وبدلته. Now I have a jawline going on. نيفي كان كبير ما عرفتش واش شكل وش ولا بحال هكا. كان نيفي كبير والله حتى نيفي كان كبير. Describe yourself in 3 words. 3 words. Impatient. ما كنصبرش. ما عنديش صبر. If you had the chance to live in another city in France, which one you would choose? طفات الكاميرا. So that was all for today's video. هذا مكان كيعجبني والله كيعجبني ندير فيديوهات. غير بعض المرات ما كنلقاش فكره وعارف بان الكاليتي ديال الكاميرا حيتاش الكاليتي دابا كتبان لكم صافا ياك صافا, ولكن لطفيت الضو وهذا وهذا حيت كاينين ثلاثه دابا وهذاك الشيء كيبان مظلم بزاف. نقدر نفيلم بكاميرا اخرى ولكن كبيره بزاف وما عنديش كيفاش نسد عندي كيفاش نسدها. نستعمل نفس التريبود ولكن فهمتي كتوقف كل 10 دقائق كتوقف ما فيها كل ما فيها مع كيس. المهم anyway صافي هذا مكان. Thank you for watching. Thank you so 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 much for watching. And see you next time. Goodbye. Alright, this time goodbye. Big forehead kiss.